السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله ازاي تظبط التاريخ والوقت والساعة عموما الجي اي 1000. في الساعة الجي اي 1000 او الملقبة باسم جرافيتي ماستر، والساعة دي يعني هي معمولة اللاين ده للطيارين الافياتورز، علشان فيها حاجتين، فيها الكومباس دي اللي هي الـ البوصلة، وزرار هنا لمعرفة التمبريتشر او اللي هي درجة حرارة الجو اللي احنا قاعدين فيه. فانا بس قبل ما ابدأ في الفيديو هوريكم بس الكومبس، بمجرد ما بدوس هنا كده ابتدي هنا كومبس، وابتدي ده مثلا نورث ايست، اللي هو مثلا ده لو عملت كده اللي هو نورث، لو عملت كده اس اي يعني ساوث ايست، يعني اللي هو الجنوب الشرقي، وهكذا. لو عايزين نرجع تاني نرجع للمود اهو، ترجع تشتغل عادي. وفيها كمان حتة تانية اللي هي تعرف درجة حرارة من هنا، من الحتة الراوند اللي تحت دي، لو دوست هنا كده تمبريتشر فوق اهي، بيقول لك درجة حرارة المكان اللي احنا قاعدين فيه 30 درجة مئوية حتى سيليزية، هي يعني اللي احنا ماشيين عليها. كان نرجع تاني هنا، بص شايفين الطيارة اللي فوق دي كده، لازم نرجعها على الوقت اللي هو الطبيعي بتاعها. اما تسمع الصوت ده كده، هي بقت واقفه كده. دلوقتي نتوكل على الله ونبتدي ازاي نظبط الساعه في التاريخ والوقت. قبل ما نبتدي اتمنى بس حضرتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في الفيديو، لان 85% من الاحصائيات اللي بتجيلي اغلبيه الناس اللي بتتفرج على اليوتيوب ما بيشتركوش. فاتمنى بس لو بعد اذنك تشترك في القناه، وهيكون يعني ليا شرف كبير قوي يعني. شكرا جدا ليكم، و هنبتدي بقى ندوس على كلمة adjust. adjust اللي هي دي كده، سمعت الصوت اهو؟ تمام. دلوقتي انت سمعت الصوت اهو، وعايز تشوف بقى يعني هتبتدي ازاي عشان تتنقل ما بين القوائم. القوائم دي يعني ايه؟ يعني التاريخ ده اسمه قايمة، الوقت اسمه قايمة. فعشان تتنقل ما بين القوائم هتتنقل ما بين المود. المود دوس على كلمة المود دي كده، ده مثلا حاجة اسمها بي اس تي اللي هو التاريخ الصيفي، وده ملوش أي لازمة بالنسبة لنا يعني، أو بالنسبة لي يعني. هنيجي هنا تاني، دي الساعة 12 أو 24. 12 أو 24 دي اللي هي إيه؟ ال 12 دي اللي هي مثلا أنت عايز تمشي زي الطريقة بتاعتنا العادية خالص، اللي هو إيه؟ الساعة 10 11 12 بعد كده الساعة 1، دي 12 ساعة. أما بقى لو الطريقة بقى بتاعت القطورة أو اللي هي مواعيد القطر أو مواعيد الجيش وكده، فيجي يقول لك ايه؟ بعد الساعه 12 تبقى عند رقم 1 دي تبقى 13، عند رقم 2 14، وهكذا، عشان الناس ما تتلخبطش ما بين البي ام والاي ام اللي هو التاريخ المسائي والتاريخ الصباحي، الوقت المسائي والوقت الصباحي. فخليها 12 زي ما احنا. هنيجي بعد كده على الثواني، لو عايز تظبط الثواني بمجرد ما بتدوس على سيرش دي، على سيرش دي الثواني بترجع زيرو، الثواني بترجع زيرو، فنسيبها زي ما هي. اما هنا الوقت مثلا، الوقت هنظبطه ازاي؟ مثلا انا عايز اظبطه مثلا على الساعه 11، فالساعه دلوقتي 6، فهنيجي هنا كده، هنا او هنا، يعني كده بتزود وكده بتنقص، يعني مثلا زود 7 8 9 10 11 23 ماشي. لو جينا مثلا هنا، ده برضو الوقت، لو عايز برضو تزود او تنقص، تزود من هنا وتنقص من هنا، وبعد كده تنقل على الناحيه الثانيه. احنا في سنة كام؟ احنا في سنة 2020، لو عايز مثلا تزود زي مثلا تنقص من هنا او تزود من هنا، تمام. برضو التاريخ، برضو هتلاقي التاريخ تحت اهو، شهر 10 النهاردة 30. الكي اللي هي الصوت، لو عايز تعلي، لو عايز تخلي الصوت اللي انت تسمع صفارة ولا حاجة، او لما تيجي تتنقل ما بين قايمة وقايمة يعمل لك صفارة، او تلغيها خالص وتعملها ميوت. بس انا شايفها ان انت خلي الصوت عادي عشان تبقى عارف ان الساعة فيها روح يعني اهو. وبعد كده نروح عاملين كده ال تي دي، او اللي هو اللايت، اللايت ده اللي هو بيبقى خليه 3 ثواني. انا بصراحه بخليها 3 ثواني ليه؟ لان الساعه، بص اللايت ده بيجي لي من هنا من تحت كده عند رقم 6، او الحته البيضة اللي تحت دي كده. اللايت ده نيون، بقيه الساعات او يعني يعني مش معظمهم يعني اغلبيه الساعات الستاندرد زي الجي اي 100 جي اي 120 140 وهكذا، بيبقى اللايت بتاعهم او الاضاءه بتاعتهم تبقى ال اي دي. فالنيون ده انا بخليه 3 دقايق 3 ثواني قصدي، بيبقى احسن، وبيبقى بمجرد ما بتدوس على النور بيقعد شويه عشان تشوف الساعه كام، لكن الثانيه دي بتبقى لحظه، فخليها 3 ثواني. يعني هي لو عندك ثانيه كده
لو هي عندك ثانية لا خليها 3 ثواني. خلاص نيجي ننقل برضو على المود كده. كده احنا خلصنا، بمجرد ما بتدوس على كلمة adjust adjust، احنا كنا قايلين على الساعة 11 والساعة دلوقتي مظبوطة على 11:25. ولو عندك مشكلة ان العقارب مش مظبوطة مع الديجيتال، في فيديو انا عامله ان انت ازاي تظبط الساعة الجي اي 1000 العقارب مع الديجيتال. عشان لو الساعة مثلا عندك في الديجيتال تحت، انت الستاندرد اللي بتمشي عليه الديجيتال، بمجرد ما بتعمله على الديجيتال ان هو الساعة 11:25 وجاي لك مثلا رقم او وقت غير الوقت ده، يبقى انت عندك ان في عقارب مش مظبوطة مع الديجيتال. بس كده، الساعة دلوقتي 11:25 والساعة دلوقتي 11:25 على العقارب. والنهاردة فرايداي يعني، وجمعة مباركة ان شاء الله عليكم. وكده انا خلصت، كده انا خلصت الفيديو ده. فاتمنى حضرتك لو استفدت من الفيديو، اتمنى تعمل لايك وتشترك في القناة، يعني ده لدعمي. وشكرا جدا لحضراتكم، وكان معكم محمد تحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.